هنعملها ازاي؟ هنجيب اناء كبير ونحط فيه 4 لتر مية من الحنفية، وهنجيب الشاي الاخضر وهنحطه في مية سخنة زي الشاي الكشري اكننا هنشربه، وبعد كده بنفضي المية بتاعة الشاي الاخضر بنصفيها في ال4 لتر مية، وبناخد مبشور ال4 برطمانات ونحطه في المية اللي احنا جهزناها، وهنجيب الخميرة البيرة وهنحط كوباية الرز المطحونة وهنقلب كل الخليط ده مع بعضه لحد ما يتجانس، ونغطي الإناء لمدة 2 ساعة عشان يتخمر، وبعد كده هنصفي كل الخليط دوت وهنحطه في الإناء الكبير برضك تاني، ونغطس فيه شعرنا مرة لمدة يعني دقيقة، ونطلع شعرنا ونسرح بإيدينا أو بالمشط، وبعدين نغطس شعرنا تاني ونطلع شعرنا من المية أكننا بنسقط حاجة قماشة أو أي حاجة، يعني بننزل شعرنا جوه المية ونطلعها. هنكرر العملية دي 5 6 مرات ونسيب شعرنا مبلول بالمية ديت، وبعدين بعد 2 ساعة نغسله. ممكن المية دي يعني نقسمها على كذا مرة، أو ممكن نحطها في بخاخة ونرش منها على شعرنا مع التدليك، ونسيب الخلطة دي على شعرنا وبعد كده نشطف شعرنا. اهم حاجه بعد ما نشطف شعرنا ما نشطفش بشامبو او صابون يكون كيماوي، يعني نسبه الكيماويات فيه عاليه عشان ما يبوظش بصيلات الشعر، ونبعد عن الصبغه ونبعد عن الشمس المباشره للشعر، ونشرب ميه كتير عشان نرطب شعرنا. دي اول يعني اول معلومه من معلومات تطويل الشعر، واول وصفه جربوا الوصفه دي. الوصفه دي هتزود شعركم من 2 سم ل 2 سم ونص شهريا مع قوه البصيلات ومع قوه الشعر. تاني وصفه النهارده هنقولها، الوصفه دي عشان موضوع القشره. ناس كتير بتعاني من موضوع القشره والقشره الدهنيه، جبت لكم اكتر من وصفه لموضوع القشره والقشره الدهنيه. اول وصفه هي وصفه كنا قلناها قبل كده، هي وصفه خل العنب. تاني وصفة هنحط خل العنب في بخاخة ونرشه على شعرنا وندلك فروة الرأس. تاني وصفة هي مغلي الزعتر، بنجيب 2 معلقة من الزعتر نحطهم في رطل مية على النار، أول لما بيغلي بندفع عليهم ونسيبهم يبردوا ونصفيهم برضك، ونحطهم في بخاخة ونرش على فروة الرأس وندلكها كويس، هيعمل على إزالة القشرة من فروة الرأس ويبعدنا عن المواقف المحرجة اللي حطينا فيها القشرة. وصفة تانية هنقول عليها، الوصفة دي لمنع للفراغات اللي بتحصل في الشعر. ناس كتير عندهم فراغات وبيشتكوا من الفراغات اللي بتكون في فروة الراس، يعني منطقة فيها شعر ومنطقة تانية الشعر فيها قليل شوية. الوصفة دي بتتكون من نوعين من الزيت، النوع الأول وهو زيت السمسم، هنجيب 60 مللي من زيت السمسم، وهنجيب 60